دجاج محشي في البرغل، الشكل روعة والطعم يجنن. ولعمل وصفتنا لهذا اليوم راح نحتاج إلى دجاجة كاملة. أنا غسلتها بالملح والليمون، قصيت الأطراف الزائدة وبقيت جزء من الجلد حتى يساعدني أنه أغلق الدجاجة بعد ما أحشوها بالبرغل. وبهذا الشكل صارت الدجاجة، راح أتركها على جنب وراح ننتقل للتتبيلة اللي راح نتبل بيها الدجاجة. وعندي هنا حوالي ربع كوب من زيت الزيتون، راح أضيف له ملعقة كوب من السماق، الكمون، الكاري، الكركم، الزنجبيل وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. راح أخلط كل هذه البهار مع زيت الزيتون وراح نبدي نضيفها على الدجاجة ونغلف بيها جلد الدجاجة وأيضا داخل الدجاجة ومن كل الجوانب. ضفت حوالي ملعقة كوب من الملح للبهار وبديت أخلطهم. عندي إناء راح أخلي بيه الدجاجة وراح أخلي البهار الممزوج بالزيت على كل أسطح الدجاجة. نتأكد أنه الخليط يدخل داخل الدجاجة وأيضا بين جلد الدجاج حتى النكهة تكون متوزعة على الكل بالداخل والخارج وتعطينا الطعم الطيب بالنهاية. راح أترك الدجاجة على جنب وننتقل لطهو البرغل. في قدر على النار راح أخلي شوية من الزيت وراح أضيف حوالي راس من البصل المفروم ناعم. راح أضيف ملعقة صغيرة من الملح، الكركم، الكمون، فلفل أسود وبودرة الثوم وأحمسهم مع البصل. عندي 3 أكواب من البرغل الناشف، راح أضيفهم على البصل وأقلبهم. ملاحظة هنا أنه أنا ما نقعت البرغل، راح أضيف عليهم 3.5 أكواب من الماء بدرجة حرارة الغرفة. راح نخليهم على نار عالية نوعا ما إلى أن يمتصون المي، بعدين راح أوطي النار عليهم وأترك البرغل يتهدر. بعد حوالي ربع ساعة صار بهذا الشكل، راح أخذ جزء من البرغل حتى نحشي به الدجاجة وأترك الباقي على نار واطية حتى يكمل الاستوى مالته. عندي هنا التبتي اللي راح أخلي به الدجاجة بالفرن، راح أبدي أحشو داخل الدجاجة بحشوة البرغل. راح أستخدم الخيط حتى نقدر نغلق به الدجاجة ونمنع تسرب الحشوة للخارج. وبهذا الشكل راح نضمن أنه الحشوة تكون بالداخل أثناء عملية الشواء. الخيط المستخدم هو خيط اللي نستخدمه بالمطبخ واللي نقدر ندخله للفرن بدون ما يحترق. وبهذا الشكل دخلتها للدجاجة بعد ما قلبتها للفرن وظلت حوالي 1.5 ساعة على درجة حرارة 180 سيليزية. وبعدين زيناها باللوز وبقية البرغل. إن شاء الله عجبكم الفيديو وإن شاء الله تجربوه. شكرا جزيلا لكم وأشوفكم في فيديوهات قادمة، وبأمان الله وحفظه.